الانطلاقات المتواصلة والحضور المتميز في هذه الفترة الصباحية، نحن وإياكم في متعة وإثارة مع انطلاقة شوطنا 23 والمخصص للحقائق الإبكار. جائزة هذا الشوط تايوتا لاند كروزر بيك أب للفائز بالمركز الأول. بداية وإياكم نحو الانطلاق الأول ولكيارا سيوف، على البداية بشعار محمد بن راشد بن علي، يتقدم الفهيدي على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارا مكاسيب على المستوى الثاني بشعار سالم بن محمد بن مبارك الضعيف النابت على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول من قبل حشارة هي القادمة بشعار سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي على المستوى الثالث، النقلة إلى رابع المراكز الآن. وتواجد من قبل مرضية هي القادمة بشعار عبد الله بن سعيد بن راشد النابت على المستوى الرابع، نقلتنا إلى خامس المراكز لكيارا عجايب حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري على المستوى الخامس. في هذه النتيجة الأولى وفي الانطلاق المتميز التي تحضر وتتواجد من خلال وانطلاقة مسيرة هذا الشوط المتميز التي تنطلق فيه شعارات، عودة بعد ذلك إلى البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول لكيارا سيوف. على البداية تتقدم على الانطلاق الأول بشعار محمد بن راشد بن علي الفهيدي، يتقدم المري على البداية ويقدم لنا سيوف هذه الماركة المتميزة والأداء الجميل والرائع من قبل هذه الانطلاقة الرائعة، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارا حشارة هي الواصلة القادمة بشعار سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي، يتقدم شعار الهولي على المستوى الثاني ويقدم لنا حشارة بالمستوى الثاني والانطلاقة الثانية، بينما النقلة والدور إلى ثالث المراكز لكيارا وصول وصلت الآن وتقدمت عجائب بشعار حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصول من قبل مرضية هي القادمة بشعار عبد الله بن سعيد بن راشد النابت على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصلت سمحلان وتقدمت بشعار خالد بن عزيز بن حامد القرشي أبناء الغربية، وصلوا أبناء عروس المصايف يتقدمون في هذه الانطلاقة المتميزة على المستوى الخامس في هذه الانطلاقة الرائعة والاندفاع الجميلة، ولكن سيوف على البداية هنا على الانطلاق الأول 1200 يا راعي سيوف. الشعارات وصلت، الأسماء تقدمت من أجل التايوتا لاند كروزر البيكاب الفهيدي على البداية وعلى الانطلاق الأول. وصلت حشار الآن، انطلقت بشعار الهولي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول الآن من قبل عجائب حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، وصل بن جبران على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصول الآن في هذه الأثناء وانطلاقة ناصية شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني، وصل مع ناصية على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصل بن جبران الآن مع صفطان جابر بن سالم بن جبران، وصل على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز الله 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 الله
الله يا هذا الوصول، وصول الآن من قبل الشادن علي بن راشد بن سيف الشاوي، وصل على المستوى الرابع، ولكن الهولي اضرب روح يا النعيمي، التايوتا لاند كلوزر بالانتظار. إذن مشاهدين الأعزاء انطلاقة حشارة على البداية، ولكن ما شاء الله، سمحة وحشارة وسمحة، ولكن اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية، ولكن حشارة كانت متميزة من انطلقت وقدمت لنا هذا الإبداع المتميز، سعد بن سالم الهولي النعيمي. ثاني المراكز كانت سمحة، أدت أداء يشكر عليه خالد بن عزيز بن حامد القرشي. بينما رابع المراكز أو ثالث المراكز كان الوصول من قبل ثالث المراكز التي وصلت على المستوى الثالث وقدمت العرض المتميز. ثالث المراكز سيوف محمد بن راشد بن علي الفهيدي. بينما رابع المراكز كان الانطلاق من قبل الشادن علي بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي. بينما خامس المراكز كان الانطلاق من قبل مكاسيب سالم بن محمد بن مبارك الضعيف. نعود وإياكم، شاهدنا وتابعنا هذا الإبداع المتميز، أدت أداء يشكر عليه بتوقيت وقدره 6 دقائق 5 ثواني 84 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك يا بالهول النعيمي على هذا الفوز. سمحة كانت ثانيا، وصلت بتوقيت وقدره 6 دقائق 5 ثواني 88 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك يا أبو غلع على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثالثا سيوف بشعار محمد بن راشد بن علي الفهيدي، 6 دقائق 8 ثواني 58 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك.